السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نواف قاسم، عضو جديد من أعضاء شركة دي إكس إن ألمانيا. قبل ساعات لقيت أول شحنة من شركة دي إكس إن. نعرف بالمنتجات. أول منتج هو شامبو جانوزي، المنتج الثاني هو شامبو ورغوة الجسم من جانوزي، المنتج الثالث هو زيت التدليك من جانو، المنتج الرابع هو معجون أسنان من جانوزي، وقهوة لينغزي هاي هدية على الشحنة. طبعا هنا كمان عندي هي الفاتورة، اسم نواف قاسم ورقم العضوية، والفاتورة هي 40 يورو فاصلة 20. إن شاء الله راح أقوم باستخدام هذه المنتجات من 4 أشهر إلى 6 أشهر، وإن شاء الله راح أشوف النتيجة إيجابية بإذن الله. طبعا معي صدفية خفيفة، وطبعا أنا عندي ثقة كبيرة في شركة دي إكس إن، لكن يظل التجربة والاستخدام هو أكبر برهان. أتمنى الصحة والنجاح لكل الأعضاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نواف قاسم من سوريا، معي صدفية من شي 20 سنة. استعملت كثير من الأدوية والعلاجات، لكن للأسف لم أشفى أبدا. وقبل أسبوع قررت أستعمل منتجات دي إكس إن لمرض الصدفية. طبعا معروف انه الصدفية مرض عنيد، بده يعني صبر، وبده كمان علاج من الداخل وكمان علاج من الخارج. فأنا استخدم العلاج من الداخل، عصير مورينزي وسبيرولينا، حبتين صباحا وحبتين مساء، وفضل الريشي، هذا من الداخل. ومن الخارج استخدم رغوة الجسم جانوزي، وكمان استخدم زيت جانو. وهون عندي انا خلطت زيت جانو مع فطر الريشي. طبعا على اساس كنت راح استخدم من 4 شهور ل 6 شهور، لكن انا تفاجأت بعد اسبوع انه شفت فرق كبير، فرق كبير. طبعا هلا شوفوا، يعني فرق كبير انه الجلد يعني راح منها القيح، راح منها الدم، السماكة، والحمد لله يعني أحس بفارق كبير. طبعا هذا هو الأسبوع الأول، علما أنه أنا كنت أتوقع أنه الأسبوع الأول والأسبوع الثاني حتى 4 أسابيع راح يكون في ردة فعل يعني عكسية، لكن الحمد لله يعني شفت خير، وأنا حاسس بارتياح شديد. ومشان هيك طبعا انا حبيت انه ابشركم، حبيت انه اخبركم انه الحمد لله انه في فائدة. اتمنى الشفاء العاجل للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.